السلام عليكم خوتي وخواتاتي الحباب العزاز الغاليين عليا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع صحيحه؟ كنتمناكم تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله جيت غندير معكم هذا الفيديو غير باش نجاوب على بعض الاسئله وباش نشكر الناس اللي تفاعلوا مع الفيديو ديالي. اخر فيديو حطيت ديال الوفاه ديال الوالد ديالي، الله يرحمه ويوسع عليه ويسكنه فسيح جناته يا ربي. بزاف منكم اللي تفاعلوا مع هذاك الفيديو وداروا له البارطاج وترحموا على الوالد، كنقول لكم شكرا لكم بزاف، والله يجعلها في حسن في ميزان حسناتكم مقبوله يا ربي. وشحال هذه ما حطيتش فيديو، وفي الواتساب عندي بزاف ديال الناس اللي كيصيفطوا لي، ماشي الناس، كاينه منهم شي جوج ولا ثلاثه متتبعين وشي الاخر الاكثريه عندهم قنوات ولكن حتى هما متتبعين. المهم لي كيسيون اللي طرحوا عليا غادي انا جاوبتهم في الخاص، ما نكذبش عليكم راه ما عارفه راسهم، ولكن قلت في الراس ديالي بما ان هاد الاسئله طرحوا يعني جاو طرحوا عليا في الخاص، الا وكاين اللي ما قادرش يطرحهم في الخاص وغيكون باغي يعرف غادي نقولهم لكم. الأسئلة كانوا هما واش الخواتات جاو عزاوك؟ كيف ما قلت لك اختي عزيزة، الخواتات جاو عزاوني، الله يحفظهم ويخلي لهم أمي حليمة. جات خديجة نهار الموتى، نهار الموتى باش سمعوا بالوفاة ديال الوالد ديالي، جات خديجة ووليدها. والخواتات ديك الساعه كيف ما اللي متبع الخواتات وجاني من عند الخواتات، الخواتات ديك الساعه راه كانوا ديك الساعه شدوا الطريق، امي حليمه كانت مشات هي وعريساتها لمراكش، نو ماشي مراكش، العريش، وبهيجه واسماء كانوا مشاو، ما عقلتش مزيان واش تطوان ولا المهم تطوان، وقيله كانوا مشاو تطوان. وخديجة كانت ما مشات حتى شي بلاصه، جات لعندي، كنشكرها من هذا المنبر وكنقول لها شكرا اختي خديجة بزاف بزاف بزاف، كنتي معايا في واحد الوقت اللي فريمون اي واحد كيجي عنده شي حد في هذاك الوقت كيكون ما نقولش كيكون فرحان، ولكن كيكون حاس براسو، كيكون حاس بين الاخر راه حاس بيه، ما عرفش كيفاش نوصل لك كيفاش نقول هاد الاحساس اللي كان عندي. المهم شكرا اختي خديجه بزاف بزاف، وحتى بهيجه واسماء من مول ما رجعوا من السفر، امي حليمه وراجل اسماء جاوا عندنا حتى هما وعزاونا، الله يعشر خطواتهم ويجعلها لهم في الميزان حسناتهم مقبوله يا ربي. وصافي هذا الخواتات جاوا عندنا، وقيل ما بارطاجاوش وقيل بين جاوا وعزاو، كاينه شي نقط بحال هادو صغيورين والله العظيم انا ما كنديش فيهم، ولكن الناس كيلاحظوا لهم بما ان الخواتات كيبارطاجيو اي حاجه مع المتتبعين، وشي حاجه اللي كيديروها في الخفاء كيبقى المتتبعين تيبقاو في البال ديالهم داروا ديك الحاجه ولا ما داروهاش. والسؤال كان اختي عزيزه غتسمحي لي غادي نقوله، كان السؤال الخواتات واش جاو عزاوك ولا غير مني كانوا باغيين يتساراو جاو جاو لعندكم؟ هما اولا ما جاوش باش يتساراو، هما جاو باش يشوفوني ويتعرفوا على عائلتي اكثر ويتعرفوا على دارنا، وخا دارنا فايت ليهم مشاو عندهم، ماشي جاو باش يتساراو، يعني المجيه ديال يومين ولا ثلاث ايام هذيك ما تنحسبهاش انا مساريه، ان شاء الله يطول لينا سيدي ربي في العمر ويجيو باش يتساراو ويجلسوا سيمانه واكثر من سيمانه علاش لا، وعاود يتساراو ديال بصح. اما هذاك باش جاو غير يومين ثلاث ايام يلا مشينا فيها للبحر، ونهار في مشينا فيه الخبازه وصافي، ولا الغدا مشاو بحالهم. المهم هذا هو السؤال الاول اللي كان على الخواتات. واش عندك الدار في المغرب؟
لا ما عنديش دار في المغرب، كنمشي لدارنا. ملي كنمشي للمغرب كنمشي لدارنا، وكنظن واخا يكون كانت عندي الدار في المغرب ما غادا نخليها وغادا نمشي لدارنا ونجلس في دارنا. يعني ما عنديش واحد كيفاش نقوله، ما عنديش في الراس ديالي ضروري تكون عندي الدار في المغرب. يعني الدار عندي انا زايده ناقصه، بما انني كنمشي باش نشوف الوالدين، تنمشي عند الوالدين، وبالنسبه للزوج ديالي الوالدين ديالو تيسكنوا هنايا. يعني ما ماشي ضروري زعما تكون عندك الدار. نهار اللي غادا تكون خاصني تكون داري راه غادا نشريها. ها شنو اخر؟ القناه واش بديتي كتربحي منها الفلوس ولا مازال؟ يعني واش القناه تفعلت لك ولا مازال؟ القناه اه تفعلت ليا، تفعلت قبل ما نمشي للمغرب، وكنت ناويه في المغرب باش غادي ندير حفله صغيره اللي غادي نقول فيها بين القناه تفعلت، حققت هذيك ال 4000 ساعه وال 1000 مشترك، ودفعتها للمراجعه وتقبلت ببار اليوتيوب، وبداو الفلوس كيطيحوا ليا في الادسنس. كنت باغيه ندير هاد نشارك معكم الفرحه ديالتي، ولكن قدر الله ما شاء فعل، ما كانش الوقت، ومن بعد مرض الوالد، ومن بعد كل مره وكيف شنو كيطرا حتى ما درت حتى شي حاجه. ولكن القناه تفعلت، وان شاء الله مني غادي نشد الكود غادي نبارطاجيه معكم، واول خلصه غنبارطاجيها معكم وغنقول لكم شحال شديت في مدة ديال من شحال حتى لشحال. بيان سور هاد الاسئله كامله راه جاوني في الواتساب، لان في الواتساب كنت مشاركه في بزاف ديال الجروبات ديال باش كنطلعوا السوايع، باش كنجمعوا لي زابوني، باش وبقاو عندي متتبعين من دوك الجروبات، وصافي وهما اللي كيطرحوا عليا بحال هاد الاسئله، وجاوبتهم وقلت بما ان كاينه كيف ما قلت لكم، بما ان كاينه شي واحد كيسول اذ لا، وكاين واحد اخر ثاني كيتسائل مع الراس ديالو. دونك القناه اوكي. الكود لا، حتى الكود مازال ما شديتوش كيف ما قلت لكم، نهار اللي غنشد الكود غنبارطاجيه معكم وصافي. هذا ما كان اللي الاسئله اللي طرحوا عليا انا جاوبتهم في فيديو للناس اللي ما طرحوش، ولكن كيف ما قلت لكم غيكون عندهم تساؤلات في الراس ديالهم. صافي دابا غادي نقول لكم ما تنسوناش من كومونتير وابوني وبارطاجي الفيديو مع من ما بغيتو، مع اللي عزيز عليكم بارطاجيو مع الفيديو، يدير لنا ابوني وجيم وكومونتير زوين. وان شاء الله دابا من القدام غادي نخدم شي شويه على القناه ديالي، لانها شويه ماشي شويه بزاف طاحت، حتلت كاع في اليوتيوب لتحت، خاصني نبدا نخدم عليها، لان ماشي سهله الواحد يخدم عام وهو كيدرو في تماره، ونهار اللي غنبدا نجني من ديك الخدمه اللي خدمت عاد غادي نجلس ونربع يدي وما ندير والو. دابا عاد غادي نحتاج لكم المشاهده اكثر واكثر والبارطاج اكثر واكثر. شكرا لكم بزاف، وكنتمنى الفيديوهات اللي غادي نبارطاجي معكم يعجبوكم. انا غادي درت المونتاج كما قلت لكم، الفيديوهات اللي كانوا عندي في المغرب ما كانش عندي لهم الوقت باش ندير لهم المونتاج، درت لهم المونتاج وغادي نحطهم لكم، ومن بعد عاد غادي نبدا معكم الشهيوات والفلوغات كيف ما موالفه معكم. تهلاو في راسكم وفي العزيز عليكم. السلام عليكم، الى فيديو مقبل ان شاء الله. سلامه.